السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا بخير. وفيديو جديد ان شاء الله هنتكلم فيه اول حاجة في سلسلة حلقات الايام اللي جاية عن فيفا قطر 22 والاستعدادات والمنتخبات وال 32 منتخب. خلاص 16 يوم واعظم افتتاح والحدث الكروي الرهيب، اعظم حدث كروي رياضي في العالم، كاس العالم فيفا قطر 22. اجهزوا واستعدوا 32 منتخب في قطر، والسهرات يعني كل واحد يفضي نفسه، لان هيبقى في ماتشات، في 4 ماتشات في اليوم. هنتكلم كلنا ان شاء الله، هنعمل حلقات كتير، هنعمل سلسله حلقات عن مجموعه ايه، هم 8 مجموعات، مين اقوى المنتخبات، مين المنتخبات المرشحه، الاربع فرق مين تتوقع ان هم يتاهلوا. طبعا منك لله يا كروش، منك لله يا كروش، انت وعلام الله العظيم 3 منكم لله هم السبب. يعني كان يحصل ايه يا جماعه لو منتخب مصر موجود؟ كان يحصل ايه لو منتخب مصر كان مشارك؟ منكم لله، منكم لله والله العظيم، حرقتوا دمنا. لو كسبنا السنغال في مصر ما كناش رحنا احتجنا اللي هناك وضربات الجزاء. وابو صلاح البلن ليه يا ابو صلاح؟ ما ركزتش ليه؟ ما عملتهاش كده ولا كده؟ ليه يا ابو صلاح فوق؟ المهم ملناش نصيب. وعلى فكره احنا خسرنا بسبب يعني باستهتار مننا، احنا السبب، احنا اللي خسرنا نفسنا، احنا ومدرب الناس للاسف الشديد بتحييه المنتخب. كروش كان نازل يدافع خطه 10-1، شفنا لما نزل زيزو هناك، شفنا لما زيزو نزل، ليه ما كانش ينزل من بدري؟ ليه ما كانش بيعتمد على زيزو؟ ليه ما خلصناش الماتش في مصر؟ المهم المنتخبات، منتخب قطر طبعا هيبقى السنغال والاكوادور وهولندا. قطر السنغال الاكوادور وهولندا، مين ترشحهم؟ هل احنا لو مع المجموعه ديت هيتقال لنا حاجه؟ لو مصر كانت وصلت ولعبت هولندا وقطر والاكوادور كنا هنوصل الادوار الثانيه ولا من بره؟ بره. المهم هنعمل حلقات جامده جدا 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 عن مجموعات كاس العالم، المنتخبات المشاركه، ومين المنتخبات اللي انت ترشحها للمباراه النهائيه، ومين المنتخبات اللي هتوصل عن كل مجموعه. سلسله حلقات ضرب نار، لان كان نفسنا نكون مشاركين، كان نفسنا نكون موجودين، بس منك لله يا كروش ضيعتنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. كانت كل مره كوبر، كوبر وصلنا وبقينا حصاله. وعلى فكره احنا حتى مع كوبر الناس طلعت طبلت، ده احنا طالعين بهدف يا جماعه، الكونغو، الكونغو اللي ما حدش يعرفها في الكونغو، كانت 1-1 ولولا البلن ضرب الجزاء يعني الحكم لو ما صفرش ما كناش وصلنا كاس العالم في روسيا. ويجي يقول لك كوبر، يعني ما هو يا جماعه عايزين نبقى متفقين، سهل انك ترص تدافع ورا، لكن مش سهل انك تهاجم. المهاجم الهجوم ده عند المنتخبات القويه اللي تقدر تدافع وتقدر تهاجم، لكن احنا بس ما نعرفش غير نرص 10-1 خطه 10 وصلاح، يعني 9 مع حارس المرمى بتاعنا وبصل صلاح بس، وشكرا على كده. دي كانت طريقتنا، ما عملناش حاجه ثانيه، ما قلناش اي حاجه ثاني. منتخب مصر يلا، المهم نقول ان شاء الله اجهزوا في سلسله حلقات جامده جدا عن فيفا قطر 22، اللوك جديد والشكل جديد والاستوديو جديد، استوديوهات جديده، وهيبقى معانا ضيوف كبار جدا. هنحلل اداء كل منتخب، طريقه لعبه، هيلعب ازاي، من نجومه، اللعيبه الحريفه اللي هيلعبوا، مين اللي عنده المقدره انه يصنع الفارق، مين قلنا. المهم هيبقى في سلسله حلقات، انتظرونا، وحلقات كبيره جدا في الملعب.